خلال الأحداث الأخيرة بسوريا برزت قناة الدنيا الفضائية الخاصة شعار صوت الناس وصورة الحياة. برزت قناة الدنيا كرأس حربي إلى جانب النظام، وأيضا تسعى من خلال برامجها وأخبارها إلى تصحيح الصورة الإعلامية ونقل الوقائع التي تقول أنها تنقل مشوهة ومحرفة عبر وسائل الإعلام العربية الفضائية والأجنبية. عن عمل قناة الدنيا اليوم بنحكي مباشرة من دمشق مع مدير الأخبار بقناة الدنيا أستاذ عماد سارة. صباح الخير. صباح النور. أستاذ عماد، بداية يعني إذا بدنا نحكي بشكل عام عن العناصر يلي أدت إلى إكساب قناة الدنيا بالفترة الأخيرة هذا الموقع المتقدم بين القنوات الفضائية، شو هي برأيك؟ الحقيقة قبل ما بلش بس حابب أعلق على شغلة قلتيها، أنه نحن كنا رأس حربة إلى جانب النظام. نحن لم نكن رأس حربة إلى جانب النظام، نحن كنا رأس حربة إلى جانب الوطن، الوطن بشكل عام. يعني مثل ما قلتي كمان أنه نحن انطلقنا من شعار اسمه صوت الناس وصورة الحياة، نحن بالفعل كنا نسعى لتحقيق هذا الشعار قدر الإمكان. بس هذا المأخوذ عنكم، يعني بيقولوا مش بيقولوا، يعني حسب ما مبين وواضح أنه قناة الدنيا من خلال أخبارها من خلال برامجها دائما تقف إلى صف النظام بوجه ما يقولون أنهم ثوار، يعني أنتم لا توافقون يعني على تسمية ثوار. أوكي أنا معك. عفوا ما سمعت الفقرة الأخيرة. الفقرة الأخيرة يعني أنا عم أقول أنه الصورة اللي عم تبين على قناة الدنيا من خلال الأخبار ومن خلال البرامج هي صورة مدافعة عن النظام السوري شئنا أم أبينا. هون اللي أنا بدي وضحه، يعني البعض يتهم، يعني اتهمنا مثل ما قلتي أنه نحن رأس حربة إلى جانب النظام، بس نحن دافعنا عن الوطن عندما شفنا أنه هناك تخريب. هون أنا بقول إذا كانت الوطنية تعني بوك للسلطة أو نكون رئيس حرب للنظام فهو نبتخر بذلك. نحن عندما بدأت الأزمة مثل ما بتعرفي أنت، نحن لم نتعامل معها، تركناها لأنه كنا نحن ما فهمانين شو عم بيصير، كنا مستغربين من اللي عم بيصير. سألنا أنفسنا ماذا يحدث، يعني عندما عقدنا العديد من الاجتماعات بحضور المدير العام، بحضور المحررين، المحطة كلها، أنه شو عم بيصير، شو اللي صاير بالبلد. لما شفنا هناك تخريب، هناك قتل، عندما السوري يقتل أخاه السوري ب2000 ليرة سورية، أدركنا أن هناك مؤامرة تتعرض لها سوريا. المستهدف ليس فقط النظام، المستهدف هو الوطن بأكمله. هون وقف تلفزيون دنيا إلى جانب الوطن. يعني نحن بنستغرب عندما يقال أننا رأس حربة إلى جانب النظام. نحن مثل ما قلتي بمقدمتك أنه نحن انطلقنا من شعار اسمه صوت الناس وصورة الحياة. طيب نحن لما نزلنا من وقت ما طلعت نشرة الأخبار كان في عنا فقرة بنشرة الأخبار اسمها أيضا صوت الناس وصورة الحياة. نزلنا إلى الشارع، سمعنا شو بدهم المواطنين، طرحنا أفكارهم بكل جرأة، حتى إن كنا سباقين عن مطالب ما تسمى المعارضة حاليا. يعني نحن أول من طرح مثلا على سبيل المثال مسألة المازوت وترخيص المازوت، نحن أول من طرح مسألة ارتفاع أو غلاء العقارات، يعني نحن من أول من طرح مسألة الأدوية، مسألة الصحة، العديد من المواضيع طرحناها، وهي هي اللي عم تطرحها حاليا المعارضة. شايف شو؟ فعندما نقول أننا رأس حرب للنظام فأنا أعتقد أننا ظلمنا كثيرا بهذا الموضوع. كيف تتعاملون الآن مع المعارضة كقناة الدنيا؟ نحن استقبلنا عدد من المعارضين ممن مؤخرا، على سبيل المثال سائد الخطيب وهو نائب رئيس الجمعية الوطنية اللي بيرأسها عمار قربي اللي بيظهر على الشاشات الفضائيات مثل الجزيرة والعربية. هو كان نائبه ونحن ما استقبلناه على شاشة الدنيا وقلنا له وعلى الهواء مباشرة، يعني تركنا له المجال يتحدث كما يشاء وكيفما يشاء. تحدث بكل جرأة وأجبنا بكل جرأة وحورناه بكل جرأة وكان أمام الجمهور حتى، وكان هناك مداخلات على حديثه أيضا. يعني برأيك هذا هو المطلوب الآن وسوريا تستعد للحوار الوطني عشية هذا الحوار، برأيك هذا هو المطلوب أن تكون القنوات السورية منفتحة على المعارضين؟ يعني نحن نسعى لأن نكون منفتحين على الجميع، ليس فقط على المعارضين، على المواطن السوري نفسه. المعارضة لا تعني أنها تمثل المواطن السوري، فأنت حتى المعارضين أنفسهم يكونون لا نمثل إلا أنفسنا. يعني تستقبل أي معارض، عندما ذهبنا إلى المؤتمر في فندق سمير أميس، يمكن أنت شاهدتي على شاشات التلفزيون، نحن من اندفعنا
إلى المعارضين وهم رفضوا اللقاء معنا. حتى أن البعض أطلق علينا عبارات أو تسميات لا طليق أن تطلق، ومع ذلك سعينا وحاولنا وسنبقى نسعى ونحاول للقاء هؤلاء ونعرف ماذا يريدون بالضبط. طبعا نحن نفرق بين المعارضة الوطنية ومعارضة غير وطنية، هنا يجب أن ننتبه. يعني تلفزيون دنيا ممكن أن يلتقي معارض وطني يطالب بحقوق، ولكن لا يمكن أن نلتقي بمعارض يطالب بحصار على سوريا، لأن الحصار لا يعني حصار نظام، حصار شعب. فنحن نرفض أن يكون الحصار من أجل ضد الشعب. عندما يقولون مثلا يقوم البعض بدليل من وجود مؤامرة، ويقوم البعض بحرق فواتير كهرباء أو فواتير ماء أو إلى آخره، هذه الفواتير كما تعرفين مدفوعة، يعني أنه طالعين على شاشات التلفزيون يقولون نحن نحرق هذه الفواتير، نحن ضد الليرة السورية. يا أخي إذا كنت أنت ضد الليرة السورية فأنت عم تأذي وطنك، ما عم تأذي السلطة تبيتك أو الحكومة تبيتك. أنت تعرفي وصارت عنكم بلبنان لحد هلأ عنكم مسألة الليرة، يعني مسألة حساسة جدا. فأنا عندما أقوم بهذه الأعمال على أعمال في الشارع وأظهر على شاشات التلفزيون أنا ضد الليرة، فأنت أذيت وطنك مجتمعك، ما عم تأذي السلطة تبيتك. نعم. أستاذ عماد، يعني معروف أن قناة الدنيا هي يعني من أبرز الممولين فيها هو محمد حمشو، الموضوع الآن على لائحة العقوبات مع الشخصيات السورية الأخرى، يعني وهون انطلاقا من هذا المبدأ يؤخذ على قناة الدنيا أنها تلقائيا مع النظام السوري. ولكن السؤال، ماذا سيكون مصير القناة، أو أنتم يعني كيف تأثرتم بهذا الإجراء، وكيف أثر على أداء كقناة الدنيا، وكيف سيؤثر أيضا على مستقبلكم؟ مسألة أنه القوائم أصدق؟ نعم، قوائم العقوبات. يعني على سبيل المثال، المسألة ليس أنه القوائم ظهرت لوجود تلفزيون الدنيا، أصبحت يعني مسألة القوائم موضة. يعني هلأ إذا تفوتي على الفيسبوك بتشوفي أو بتقري العديد من القوائم، أسماء العديد من القوائم. هناك قوائم العار، قوائم الخونة، قوائم العملاء، قوائم سوداء إلى آخره. يعني أصبحت موضة بهذا العصر عندنا. ولكن لائحة العقوبات لا تتشابه مع قوائم على الفيسبوك، يعني لائحة العقوبات من الاتحاد الأوروبي ومن المجتمع الدولي. يعني مثل ما بتعرفي أيضا أن سوريا يعني تتعرض للعقوبات من سنوات عديدة، ولم يؤثر على سوريا العقوبات التي فرضت على سوريا، ولا أعتقد أن العقوبات التي فرضت حاليا ستؤثر على سوريا. لكن أنا أسأل تحديدا عن تأثير وضع يعني هنا أريد أن أشير. تفضل. يعني هناك من وضع عقوبات على رجال أعمال أو على سياسيين بأموال في الولايات المتحدة الأمريكية. تأكدي تماما أنه العقوبات أيضا كانت موجودة من عشرات السنين لعدد من الأشخاص وعن الولايات المتحدة الأمريكية. يعني أنا أعتقد أنه لا يوجد رجل أعمال لديه أموال في الولايات المتحدة الأمريكية. هذه العقوبات هي العقوبات سياسية، الهدف منها السياسي تشويه صورة سوريا بشكل عام. نعم، يعني هذا الأمر لن يؤثر على قناتكم بشكل خاص؟ لن يؤثر ولن يؤثر على ما أعتقد. نعم. العديد من الشخصيات ظهرت على قناة الدنيا، وربما معظمها محلل قتلها من قبل بعض رجال الدين. يعني من يظهر على قناة الدنيا فورا يحلل دمه، ما رأيك؟ يعني أنا قلت لك أنه أصبحت القوائم هي الموضة، موضة العصر. فأصبح كل رجل معمم أو بعض رجال المعممين يطلقون الفتاوى يمينا ويسارا. لكن المشكلة أنه ليس المسألة يعني من يظهر على شاشة التلفزيون الدنيا. يعني فيني يقول لك أنه 75% من الشعب السوري محلل دم. يعني قبل لك أصبحت المسألة موضة، كل شخص بيطلع على الشاشة يدعي الـ يعني الدين ويبدأ يلبس العمامة، وليس كل من يلبس عمامة هو برجل دين طبعا. وأصبح يطلق القوائم. هناك مثل ما قلت لك قائمة تسمى العار، الخونة، العملاء، ما بعرف العديد من القوائم، ليس لأنه ظهر على شاشة الدنيا. المسألة أنه هناك العديد من القوائم حتى الداخلية. يعني تسمع أنه الحارة الفلانية في 10 منهم موجودين بالقائمة لتبع فلان، والحارة الفلانية فيها قوائم. المسألة أصبحت موضة، ولكن لا أحد يهتم بهذه القوائم. لا أحد يهتم، يعني هذه لم تؤثر حتى يعني بين السوريين فيما بينهم. يعني يحكى عن فتنة، يحكى عن يعني نوع من توتر في الشارع بسبب هذا الجو المشحون من قبل رجال الدين تحديدا. أستاذ عماد،
لا هلا يعني يمكن الشارع اثبت هلا الحقيقه وين، يعني من يريد ان يرى الحقيقه عليه ان يشاهد ما يرى بالشارع. الشارع عندما تشاهدين الملايين في ساحه الامويين، الملايين في حلب اليوم مساء على سبيل المثال، فقد تشاهدين اكثر من مليون او مليونين شخص في حلب يرفعون علم سوريا، بعد ايام في اللاذقيه، بعد ايام في طرطوس، وقد شاهدت في دمشق. هؤلاء الملايين هم من يعني هم من اسقطوا هذه الفتنه. الكل الجميع يتحدث ان الشعب السوري بعيد عن الفتنه، حاولوا وفشلوا، واعتقد ان الفشل اصبح واضح الان. نعم، بما انك تتحدث عن الحقيقه في الشارع، انتم يوميا على قناه الدنيا ترصدون مجموعه من الاخبار والنشرات الاخباريه على القنوات العربيه والعالميه، وتكذبون ما يصور في التقارير ومن اخبار ومن مشاهد وفيديوهات. هذه الخطه، وقت نلاحظ انه التقرير طال كثير، يعني يعني مدققين بتفاصيل كثيره، حتى يعني تعيدون المشاهد مرات عديده، حتى ان البعض انتقدكم يقول ان اللهجه شوي فيها لؤم، يعني لهجه قاسيه وفيها تهكم، فيها نوع من تهكم. ليه يعني اول شيء عم تعتمدوا يعني هذه السياسه أسألك. وكيف بتردوا على المنتقدين؟ اوكي، انا بدي اسالك اذا كان هناك قنوات معينه تضلل وتسبب في اراقه دماء في سوريا، كيف ستردين عليها؟ بتهكم، باستهزاء، باحتقار الى اخره. يعني انا اعتقد ان الامر يعني يجب ان يترك لنا بكامل الحريه بهذا الموضوع. عندما انا اشاهد ان هناك قناه تضلل لاسباب تؤدي الى سفك الدماء في سوريا، فانا من حقي ان استهزئ، ان اتهكم، ان احتقر الى اخره. علما اننا عندما نعرض اي تقرير تضليل نحن نقول لا نكذب، وانما نستكمل ما يرفضه الاخرين، ما يرفض الاخرين ان يستكملوه. يعني عندما نعرض مثلا امبارح على سبيل المثال كان معروض رجل مفتوح راسه، يعني مقتول برصاصه، ويقولون ان النظام السوري يستخدم رصاص محرم دوليا. عندما عرضنا صوره من جهه اخرى وجدنا ان هذه الصوره بالبحرين، ويوجد عارمة مكتوب عليها مركز سترة في البحرين. فأنا كيف يعني أتعامل مع هذا الموضوع؟ باستهزاء ولا بتهكم ولا والله أحكي بشكل جدي إنه خطأ وصارت، خطأ وصار. يعني سوريا مستهدفة، تتعرض إلى حرب إعلامية بكل ما تحمل كلمة من معنى. نحن نقف إلى جانب الوطن، إلى جانب الشعب السوري بغض النظر عن مكوناته. استاذ عماد، اذا بدنا نسال هون اعلاميا كيف تدار هذه التقارير؟ يعني في جهاز من المراسلين والصحفيين يعني مفروز في القناه لمراقبه القنوات طبعاً، ولاعداد طبعاً هذه التقارير طبعاً، ولدحض هذه الاكاذيب حسب ما تقول. المساله صراحه لا تحتاج الى الكثير من العناء، فانت يعني عندما تشاهدي عده قنوات تلاحظي أن هناك مسألة يعني غير منطقية، خاصة أنه ابن البلد بيعرف. أنه مثلا عندما أرى تظاهرة في منطقة الزبداني، عندما أدقق أجدها في البحرين. عندما أرى رجال أمن تقتل أشخاص في جامعة حلب، عندما أدقق أجدها في جامعة الأردن من سنتين. يعني المسألة لا تحتاج الكثير من العناء. طبعا لدينا في تلفزيون الدنيا فريق مختص بهذا الموضوع، هناك من فريق للرصد، هناك فريق من المحررين، بالإضافة إلى الكثير من الأصدقاء. يعني تصوري أنه يجينا مئات الفاكسات أو الإيميلات أنه يا جماعة انتبهوا كذا، دليل أنه الشعب السوري أصبح واعي بهذا الموضوع. أنه في مثلا واحد من حلب يرسل لك فاكس بيقول لك أنه أنا متأكد هي الصورة مو بجامعة حلب، وهي بعت لكم صورة جامعة حلب. يعني أصبح المواطن أو المشاهد السوري يعي ما يحدث، ويعي أن هناك تضليل تسعى إليه العديد من القنوات الفضائية، والهدف هو نفسه المواطن. طب استاذ عماد.